بسم الله نفتتح الجلسة. القضية رقم 122، التلميذ موسي الهواري، رقم تسجيل 101، المتهم بتلطيق جدران المدرسة بالبحر. نادي على المتهم. التلميذ موسى الهواري. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد الهاشمي، مدير مجموعة مدارس عبد شرمن، جماعة الميرات، مديرية سيدي قاسم. نتشرف اليوم بتنظيم حفل التميز الذي دأبت المؤسسة على تنظيمه كل سنة احتفاء واحتفالا بالتلميذات والتلاميذ بالمستوى السادس الابتدائي المتوجين والحاصلين على المراتب الثلاثة الأولى. هذا الحفل ينظم بشراكة مع مجموعة أوزيمار وجمعية الجسر. هذا الحفل نخصص فيه جائزة مالية للحاصل أو الحاصل على المرتبة الأولى، والجائزة الثانية للحاصل على المرتبة الثانية وقيمتها 1000 درهم، والجائزة الثالثة والتي تكون من نصيب الحاصل على المرتبة الثالثة وقيمتها 1000 درهم، بالإضافة إلى شواهد تقليدية وعدة جوائز عينية. إذن كل سنة كما قلنا دائرنا على تنظيم هذا الحفل. هذا الحفل هو في حد ذاته تحفيز لتلاميذ المستويات الأخرى قصد التحصيل وبذل المزيد من الجهود حتى يعلون منصة التتويج بدورهم عندما يصلون إلى المستوى السادس. إذا هذا الحفل كما قلت هو مسار وسيرورة منذ 2014 إلى اليوم بتعاون وبشراكة مع كوزيمار والجسر، فشكرا لهم جميعا على هذا التعاون ودمنا في خدمة المدرسة العمومية. إذا كما كتلاحظوا كل سنة كتنظم شركة ديال كوزيمار بشراكة مع المؤسسة ديالنا مجموعة مدارس العابشة حفل تميزي لصالح التلاميذ ديال المؤسسة. بطبيعة الحال هذا الشيء كيدخل في إطار التنشيط والحياة المدرسية. بطبيعة الحال حنا كأساتذة وكرجال تعليم يعني كنوه هذه المبادرة هذه ديال الجمعية ديال كوزيمار، لانه بهذه الطريقه هذه التلاميذ كيتشجعوا كيعطيو يعني كيكون عطاء اكثر. الحمد لله. وكيف ما كتلاحظوا يعني بقات استحسان من طرف الشاكله ومن طرف فضل كريم. هذا العام هذا مقارنه بالعام اللي فات اللي كانوا انشطه متميزه. اذا في اطار الشراكه المبرمه بين مجموعه مدارس العاب شرمل وشركه كوزيمار المستشار القصيري لجمعية الجسر لجسر التواصل ما بين المؤسسة وكوزيمار، اليوم قامت المؤسسة بحفل التميز. هذا الحفل هذا عرسي لحفل التميز لأنه تميزنا التلاميذ المجتهدين التلاميذ المميزين أو التلاميذ المتميزين في المستوى السادس الابتدائي. ثلاثة التلاميذ أوائل في المستوى السادس في الموسم الدراسي 2020-2021 وهم اللي كيتوجوا وهم اللي كيحتفلوا بهم اليوم، اللي في الحقيقة هو احتفال ديال تلاميذ المستوى السادس ولكن هو احتفال ديال المسار ديال ست سنوات. هاد الحفلة هذه كتجي في إطار تشجيع، في إطار تعليم بالجودة، في إطار تهيئ التلاميذ وتشجيعهم وتقديم التحصيل الدراسي الجيد. إذا هنا ما يمكن يقول إذا نشكر الطاقم التربوي الإداري للمؤسسة المستخيلين شركة كوزيمار جمعية الآباء الفاعلين التربويين الترابيين الفاعلين الجماويين رجال الإعلام اللي حضروا معنا اليوم يعني نوروا لنا هذا اللقاء هذا، كلهم مشكورين وكلهم ساهموا في هذه اللمسة الفنية وهذه التغطية الإعلامية كذلك لكم أنتم كرجال الإعلام. شكرا لكم جميعا والمؤسسة مدينة لكم بهذا الفعل هذا وبهذا اللمسة الجميلة منكم. نحن يعني على موعد كل سنة إن شاء الله في هذا الحفل، هذا الحفل حفل التميز، ونتمنى هذا اللقاء اليوم يروق الجميع. والهدف منه هو الهدف الذي هدف تربوي الامتياز. شكرا لكم جميعا والى اللقاء الى الموسم المقبل ان شاء الله. شكرا.